اليوم رانا في حفل تخرج أول دفعة من أطباء العامون في كلية الطب جامعة ورقلة. هذه الكلية الفتية اللي أنشئت يعني بقى مرسومة رئاسي في مارس 2013، واستقبلنا أول دفعة في 2014-2015 ولمدة يعني الدراسة كما تعرفون أطباء العامون 7 سنوات. واليوم رانا في 2021 خرجنا أول دفعة طب اللي تتكون من 38 طبيب إن شاء الله اللي يكونوا يعني زيادة خير في منظومة الصحية في ورقلة وفي المنطقة وفي الجزائر إن شاء الله. في هذا اليوم البهيج نحب نقول الحمد لله أنه بعد هذه 7 سنوات من الشقاء والتعب الحمد لله تحصلنا على شهادة دكتور في الطب. إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية وإن شاء الله نكونوا في المنصب إن شاء الله يا ربي.